يا القعدان المحليات الأصايل في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نسير معكم سويا في المراكز الأولى، نسير هنا في المقدمة في المركز الأول هو صدارة هذا الشوط في هذه التحديات والإثارة الجميلة. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، وهنا يأتينا بطاش سالم بن فارس بن حمد الشامسي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني وصل شعار شاهين، هنا شاهين الرموز مع كفو صالح بن محمد بن سالمين العامري من ينطلق في هذه اللحظات على المركز الأول، يغير رأس على عقب مجريات هذا الشوط. المركز الثاني بطاش سالم بن فارس بن حمد الشامسي، المركز الثالث عزام سعيد بن راهد بن معضد الغريباني النعيمي، والوصول هنا أيضا بهذا الانطلاق من الغزال سعيد بن سالم بوثم العامري، وياتي شديد سالم بالدويس بن علي الخيلي بانطلاقاته وتحدياته. سادس مراكزنا أرى الوصول من المرموم مسلم بن ناصر بن علي بن حمد النعيمي، وعلى المركز السابع المركز السابع حشيم عبد الله بن مطر بن حاذة الاقتبي من يأتينا هنا بحشيم على المركز السابع. المركز الثامن، المركز الثامن مشغل عوض بن سعيد بن هدوب اللوهيبي من ينطلق على ثامن مراكزنا. المركز التاسع، المركز التاسع عندك يا بن درويش شاهين حمد بن سلطان بن سيب بن درويش المنصوري من ينطلق على المركز التاسع. والمركز العاشر جستاس علي بن خميس بن سعيد الزرعي من يأتينا على المركز العاشر في هذه الانطلاقة والتحديات. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى كفو المنطلق بالصدارة، المنطلق بالمقدمة بالمركز الأول. صالح بن محمد بن سالمين العامري من انطلق بصدارة هذا الشوط هو بالمقدمة، وصل حشيم، حشيم عبد الله بن مطر بن حاذة الاقتبي ابو عمر يقدم لنا حشيم هنا في هذه الانطلاقة الجميلة. هنا ايضا بالدويس مع شديد سالم بالدويس بن علي الخيالي، الوصول من مشغل عوض بن سعيد بن هدوب لوهيبي يقدم مشغل في هذه الانطلاقة المتميزة. هناك من الجانب الآخر بطاش سالم بن فارس بن حمد الشامسي، وصل بن درويش حمد بن سلطان بن سيف بن درويش المنصوري مع شاهين القادم، وهنا هنا مساعد عبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي هنا ينطلق في هذه التحديات بهذا الأداء الجميل. هنا هنا متعب سالم بن سلطان بن سالم بن سلطان النعيمي أيضا قادم بهذا الأداء، وصول من رمز عيسى بن سالم بن علي الدرعي، الله هو شعار بن بلوش. هناك القادم مع هملول علي بن ساري بن بلوش المزروعي أيضا قادم ما يبنى له طاري، الوصول من الزير علي بن عبد الله بن غصاب الهاجري وشعار بن رشيد من الجانب الآخر. هناك الوصول في هذا الأداء في هذه الانطلاقة، هنا شاهين حمد بن علي بن عبيد بن رشيد اللي اقتبي، ولكن الصدارة، الصدارة والمقدمة والمركز الأول مساعد عبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي، وحشيم على المركز الثاني عبد الله بن مطر بن حاذة اللي اقتبي، والمركز الثالث، المركز الثالث هنا الانطلاق من قبل متعب سالم بن سلطان بن سالم بن سلطان النعيمي، ولكن النيادي، النيادي مع مساعد هنا على الصدارة، مساعد على المقدمة على المركز الأول. سلام 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 مدينة العين،
سلام هيلي سلام على هذا الأداء الجميل. عبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بدون أي منافس على الإطلاق. ما شاء الله انفراد مميز، انفراد جميل ما شاء الله على هذه الانفرادة المتميزة. مساعد عبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي، والسلام لأهالي مدينة العين وخاصة أهالي هيلي على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني، المركز الثاني هنا اللحظات الأخيرة، حشيم من أتى في المركز الثاني، عبد الله بن مطر بن حاذة لكتب المركز الثالث. هناك شاهين علي بن محمد بن حميد بن سالم لنبي، وهناك الوصول من قبل التحديات من التبر ناصر بن محمد بن صالح لحبابي. والمركز الخامس لسيف بن سالم النايل الشامسي من أتى على المركز الخامس. وهنا التوقيت الزمني، هنا 5 دقائق 58 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية توقيت. هنا مساعد تهانينا والناموس العبد الله بن سعيد بن معيضد النيادي على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني أتى حشيم على ثاني المراكز العبد الله بن مطر بن حاذة الكتبي، أو من الجانب الآخر نعم اللي أخذ المركز الثاني بفارق بسيط شاهين علي بن محمد بن حميد من الجانب الآخر. هناك التبر ناصر بن محمد شاهين علي بن محمد بن حميد بن سالم لينيبي ب6 دقائق 5 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية. حشيم في المركز الثالث هنا للسيد عبد الله بن مطر بن حاذة الكتبي ب6 دقائق 5 ثواني 9 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.